يعني قضيه ملهاش اي لا يعني. بتكلمش على النقطه طبعا النادي القرض ده، بتكلم على الاجواء العامه وصوره الاعلام الرياضي في مصر بشكل عام، بقالنا فترات فعلا مش على المستوى المطلوب. انت مش قلقان من الجزئيه دي تاثر علينا في المستقبل؟ يبقى زي ما انت بتقول كده صورتنا واصله، ما هي دي يا كابتن اللي بتكلم فيها، ان انت صورتك واصله مش لطيفه، يعني صورتك بره واصله. يعني انت جه مثلا موضوع الماتش ده الحمد لله حسن الشكل او الصوره، لكن قبلها صراعات وخناقات وحاجات من لا شيء. يعني مثلا يعني يا ريت في موضوع، انت عارف الموضوع بيضحك ومفيش اصلا موضوع، ما يعني بالزبط. انت بتلاقي حد بينكش معاك في حاجات كلها اكاذيب وكلها كلام حاجات ما حصلتش وكلها روايات، وانت كنادي اهلي اكبر من كتير من انت ترد، والكابتن محمود بقى عنده حق في ده مظبوط. وده واحنا اللي احنا احيانا كشباب بيبقى متحمسين وساعات عايزين، لكن هو بيبقى عنده رؤيه يعني اوسع او اكبر، انه يا جماعه لا ما تردوش على الناس دي، لانه انت النادي اهلي واحنا فعلا مبقاش فاضيين نرد. يعني انت شايف احنا بنحاول نستعرض وما قلناش، يعني قلنا حاجات كده من اللي صحيح عملناها، صحيح. ما عندناش مثلا حتى وقت في البرنامج ان احنا نرد على حد، يعني احنا بنشتغل طول الوقت في النادي وبنحاول ان احنا نلبي طموحات الجماهير الاهلي واعضاء النادي الاهلي. والفكره اكبر من كده برضه يا دكتور، ان انت حاجه زي كده بتعطل فكره ان الجمهور يرجع تاني، يعني يروح المدرجات ويشجع الفريق بتاعه. احنا لسه كنا بنتكلم نادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي. انت النهارده مش عارف في عوده الجمهور دي امتى، النهارده بكره، بسبب النهارده اللي بيحصل على السوشيال ميديا، بسبب اللي بيحصل في بعض وسائل الاعلام الرياضيه، صح ولا لا؟ صح. ده للاسف ده فعلا بيحصل. طبعا. وده بيعطل، وده عشان كده انا بقول لازم الاعلام، لازم يعني ده رساله يعني انه يا جماعه يبقى لينا دور، انه انا مش اي حد يعني بيطلع يقول اي كلام، انا اصل الحجم ده مين اللي بيديه في الاخر؟ ما هو انا ممكن اي واحد يطلع يتكلم في اي حاجه، صح؟ لكن ما ينفعش انا بقى كاعلام بيطلع يتكلموا في اي حاجه، يعني عشان سوري ابقى عايز امشي، عايز ابقى امشي مع مثلا اعلي الترافيك، ولا عايز امشي مع الترند، ولا عايز امشي فاروح جايب حد يقول اي كلام، واروح واخد كلام اسلط ضوء مثلا على تصريحات كتيره سلبيه، تبدا تشيرها تشيرها وتنتشر ليه؟ طب ما انا اعمل فوكس على الحاجات الايجابيه، ممكن الناحيه الثانيه تلاقي في حاجه ايجابيه جدا وحد بيتكلم في مشروع ولا حد بيجيب سيرته، ما حدش بيتكلم عليه ولا حد يجيب سيرته، وتلاقي مواضيع اصلا كلها ما لهاش اساس وما لهاش اصلا خيط وما لهاش اول من الاخر وما فيش اي قناعه عليها، تلاقيها متاخده وبتتداول في كل يوم وقضيه. يا جماعه ده موضوع اتخلق في شنك، يعني اصلا انتوا بتتكلموا في ايه؟ في خمس رسائل عايزك توجههم ل، يعني هنقول لك بالترتيب. تمام. الرساله الاولى توجهها للجمهور. لا، جمهور النادي الاهلي طبعا، انا طول عمري بقول الكلام ده، جمهور النادي الاهلي هو يعني انقى واعظم وافضل حاجه في المنظومه بتاعه النادي الاهلي. نجاح وقوه ويعني الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي بتستمد من الجمهور، هو السند، زي ما دايما بيقول هو السند والظهر الحقيقي للنادي الاهلي، وبيبان ده في الازمات جدا. والازمات دي معلش هخش معاك تاني في الجزئيه دي، لان انا كنت واحد من الجماهير دي وكنت قلقان شويه. اولا عجبني جزئين، الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم عليه يا دكتور، ان وده قاله الكابتن محمود الخطيب، ان احنا ما بنتكلمش، احنا بنشتغل بس. والجزء الثاني التايمينج، يمكن قاله كمان وهو بيفتتح استاد الاهلي والسلام، ان النادي الاهلي بيرد في الوقت المناسب ودايما بيحط قدامه مبادئ النادي الاهلي وماشي عليها. كان في وقت معين جماهير النادي الاهلي مش حابه ده بصراحه، يعني كلامك بكل امانه كانت حاسه ان لا احنا لازم نرد ولازم يبقى في اكشن بمعنى اصح. يعني بص يا كابتن، هو ده طبعا اللي حضرتك بتقوله، يعني في ناس كانت بتشوف ده وبتشوف انه لازم نرد عشان الناس دي طول عمرها جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، هم النادي الاهلي ده في مكانه ثانيه خالص، يعني في حته ثانيه خالص. مع احترامي والله لكل الانديه، احنا بالعكس بنحترم، والا لو ما بنحترمش المنافسين بتوعنا ما كناش هنوصل لكده. بنحترم كل المنافسين وعندنا احترام واليوم كلهم وكله محقق بطولات وجماهير وكل حاجه، لكن انت في النهايه انت برضو يعني النادي الاهلي، فانت يعني مش كل حاجه هترد عليها، لكن في امور عشان انت الكبير. بالظبط، في امور ممكن يعني بتحتاج في اوقات ان انت توضحها. يعني احنا جينا في اوقات معانا طلعنا وضحنا امور معانا، فانت في اوقات لا بتحتاج ان، يعني زي اللي انا بقوله ده، يعني مثلا كذبه وبتتردد، عماله تتردد، يعني في 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 يعني بقى بتتردد كتير، فانت ساكت ساكت ساكت. يعني بقى احنا اتقال ان احنا مثلا في انتخاباتنا او كذا في الوقت القايمه والدعايه ومش عارف ايه، جالنا دعايه ولا قايمه، مش احنا اللي دافعين الفلوس مثلا بتاعه القايمه،
احنا كقايمه سكتنا، ما حدش اتكلم، انت اكبر من كده. صحيح. ما حد، لكن قعد الموضوع ايه؟ عمال يتداول، عمال كذا، لا يا جماعه طب ما خلاص تطلع تقول لا القايمه دي بالكامل، النادي الاهلي من جيوب اعضاء القايمه هم اللي عاملين، ولو في اي حد بيعمل حاجات مثلا يجاملك بلوحه ولا باعلان ولا بتاع نص مشكوره كلها، لكن ده كله ما يجيش 5% اصلا من القايمه مثلا دفعته بنفسها كقايمه كاعضاء. يعني ما انت 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 بتسيب ده يتقال، ما هو عمال بيتقال في الاعلام والناس سايبه اللي يتكلم يتكلم، سايبه اللي يقول يقول. يا جماعه واحنا عارفين ده مش حقيقي وساكتين احتراما لاسم النادي الاهلي، لكن ساعات بقى الموضوع بيقلب جد ويقلب انه بقى هو ده الايه الواقع مصدق، وبيبقى محتاج في الوقت ده انك ترد. لا يا جماعه لا وترد بثقه لان هو ده الحقيقه. لا وده عمره ما هيبه المجلس من هيبه النادي الاهلي طبعا طبعا. فانت كمجلس لا لازم توضح ان في امور كده في خطوط حمراء، اللي هو يعني يعني تسيب حد يهبل شويه ويالف ويضحك وبتماشي، بس هتخش بقى المرحله ان انت تتكلم في ما تمس كيان النادي اللي هو مجلس الاهلي هو بيمثل الاهلي. لا مش مسموح لك، مش مسموح لك لو وخصوصا لو ده حاجات ما حصلتش. ايوه. وبعدين الحاجه الاقوى من كده او الاهم من كده ما يجي الكلام ده يتقال ويقول لك طب انت من امتى اصلا، من امتى يعني، عشان الناس اللي بتقول ده مش فاهمه الف ب الاهلي وما تعرفش يعني ايه النادي الاهلي، من امتى اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اصلا اللي بيحسم الانتخابات معايير الدعايه الاكتر او الفلوس الاكتر او ده عمره ما بيحصل في النادي الاهلي. ده حقيقي. ده دليل انتخابات مثلا الناس اللي عاشتها في سنه 2000 كان ندي مثال بسيط يعني، كان كابتن صالح سليم رحمه الله عليه قدامه المهندس محمد جنيدي كان رجل اعمال يعني والقايمتين ساعتها اتعمل دعايه خرافيه من المهندس محمد جنيدي. حقيقي. حضرتك حضرت اكيد ده. كابتن صالح ما عملش ورقه، اكتسح الانتخابات.